السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الأيام هذه أيام اختبارات والشباب تعبانين في الدراسة ويحتاجون جهد وتركيز وأعطيكم أفكار بسيطة. فكرة أدرس كنت أجيب أي أي معلومة أو كتاب أو شيء أركز وأبعد الأشياء وأبعد المشتتات وأخذ وضع مريح جدا والشاهي والقهوة والكتاب والدفتر والشخص له في يدي قلم وأوراق. أبدا لا يمكن أن أدرس. اقرا الموضوع وارسم رسمه معينه حول العنوان حق الدرس وارسم وجه مثلا يضحك واسميه شيء بعنوان على كل فرع من فروع الدرس احط يد يد رجل اخطبوط حاجه يعني مثلا درسي عشر افكار احط له 10 رجول كل رجل في نهايتها دائره الدائره, الدائرة فيها المعلومة هذه اللي أنا أبغاها عن الدرس الرئيسي، ما الدرس الأول فيه خمسة وست رجول، الدرس الثاني تسعة، الدرس الثالث أربعة، الدرس اللي بعده خمس وهكذا، يعني أنوع كثير الحافظة وراء ناس يحبون العريك والدخن، ولذلك كل موضوع من المواضيع اللي ناخذها تلاقي أحولها إلى رسومات المخ يفهم الرسوم أكثر الكتابة خاصية النطق خاصية النظر خاصية الرسوم الذهنية اللي يستطيع المخ أن يركزها وبذلك تستفيد وتفهم المعلومة بسرعة كبيرة جدا 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 عن لما تكون كلما حولت الدرس الى رسومات مخك يستوعب اسرع وتفهم الدرس بشكل اكبر والكتاب تلاقي 20 رسمه هذه الرسمة تلاقي مخك فاهمها فهم تام جرب وعلى مسؤوليتك حاول تحول الكتاب كله الى رسومات رسومات لها فروع واذرع المخ الخلية زي يدي الحين فيها نص وفيها ارجل وفيها ايادي وبذلك المخ يستوعب اي شيء في رسومات حول الدرس الى رسومات الألوان مهمة جداً، المخ يستوعبها بشكل كبير جداً، راح تستوعب الدرس بشكل ما تتخيله، بسرعة ما تتخيلها، جربوها، وادعوا لي إذا شيء إن الله ييسر لي ولكم ما في خير.